بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها، امين. نستأنف بنعمة الله سلسلة الكورسات اللي بتدور حوالين تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. خدنا كورسين قبل كده سبقهم محاضرة كمقدمة عامة عن الموضوع كله، وبعدين طرقنا للموضوع من بداياته وقلنا ان الدراسة في الموضوع دي دراسة منهجية، التدرج فيها مهم، لازم اللي يبدأها يبدأها من أولها، حاجة مبنية على حاجة، ما ينفعش حد يدخل من النص وإلا هيبقى فيه سوء فيه. درسنا في البداية تاريخ الفكر من حيث الاختلاف الفكري بين منهج مدرسة الإسكندرية مدرسة أنطاكيا فيما يخص الكريستولوجي بصفة خاصة، وما نتج عن الانحراف الفكري لمنهج مدرسة أنطاكيا، ما نتج عنه من بعض البدع والهرطقات. وشفنا بدعة أبوليناريوس وإزاي مرتبطة أو كانت نتيجة طبيعية للأسلوب الفكري اللي بيفكر فيه بتوع مدرسة أنطاكيا، وبعدين هرطقت نسطور اللي جت مضادة تماما لهرطقت أبوليناريوس لكن مرتبطة ارتباط وثيق بالمنهج الفكري لمدرسة أنطاكيا أيضا، وما نتج عن ذلك، وخصوصا أن النسطور كان بطريرك القسطنطينية، وما صاحب ذلك من أحداث تاريخية فهو مش مجرد تاريخ فكر وبس، لا، يشمل بعض الأحداث اللي توضح لنا ازاي الفكر كان ماشي. وشفنا جهاد البابا كيرلس عمود الدين والمتاعب اللي لاقاها بصورة صعبة يصعب لإنسان أن يحتملها، لأن لو أن الانحراف انحراف الفكر فقط كان بيبقى الأمر أهون شوية، نقول منهج فكري خلاف فكري، لكن لما يقترن الانحراف الفكري اللاهوتي بالانحراف الأخلاقي والسلوكي وعدم الاستقامة بيبقى الأمر مؤلم جدا، ولا سيما ما بنكون بصدد مناقشة مواضيع لاهوتية. وظل البابا كيرلس يعاني حتى نهاية حياته، وخصوصا من نسطور وأتباعه، وفي شخصية بصفة خاصة محورية في الشر سقوطوريتوس أسقف قورش
اللي هو صديق وقريب نسطور، وازاي حصل تزوير في كتاباته في حياته وتأويل وادعاءات هو نفسه قاومها في حياته. يعني مش احنا اللي بندافع، لا ده هو نفسه اتكلم عنها في حياته، ولا سيما ما حدث في مصالحة 433 والتأويلات والادعاءات اللي اتقالت عليه وعلى كتاباته، وجعل وكأن الخلاف ليس خلافا لاهوتيا بين الكنيسة الجامعة الأرثوذكسية ونسطور وأتباعه، ولكن اختزلوه عن قصد سيء، وكأنه خلاف شخصي بين شخصين كيرلس ونسطور، وحدث تطاول على البابا كيرلس عمود الدين في كتابات منهم، ولا سيما سؤدوريتوس أسقف كورش وهيبة وغيره ولاحقا أوسابيوس أسقف دريليوم وفيليبيانوس، مجموعة مع بعض قلاقل، رغم ان هم قلائل في العدد لكن سببوا قلاقل، هم قلائل لكن سببوا ايه؟ قلاقل بالقاف، لغاية نياحة البابا كيرلس وهو يعاني ويوضح ويشرح. وجي بعد كده البابا ديوسقورس في هذه الأجواء وحاول جاهدا أن يكسب الجميع، وأن الكل يعيش في سلام في وحدانية في الإيمان، لكن ما كانش في فايدة، لأن زي ما قلنا المشكلة إن ما كانش انحراف في الفكر فقط، ولكن صاحب الانحراف الفكري اللاهوتي انحراف أخلاقي وسلوكي، عدم استقامة. ودايما بنقول أهمية العقيدة الدينية في الحياة الروحية، العقيدة المستقيمة بيصحبها حياة مستقيمة وسلوك مستقيم. الإنسان لما بينحرف يبقى الانحراف مقترن في أحيان كثيرة بالكبرياء، فبيبقى في ظلمة، بيبقى في عدم استقامة. ظلت الكنيسة تعاني من هذه المجموعة الصغيرة في اضطراب في كل مكان، في شكاوي. الإيمان الأرثوذكسي كان هو السائد، ففي شكاوي بتتقدم سواء في سؤدوريتوس سواء في هيبة، فيليبيانوس، ديمنوس، إيريناوس، المجموعة، لسيما وإن هم سعوا حتى في حياة البابا كيرلس إن يرسموا شخصيات لها نفس الفكر النسطوري ونفس المنهج، فالكل كان يضج، وكل الحاجات دي كانت بتوصل للإمبراطور، وكان من الأوفياء
للبابا كيرلس والكرسي الإسكندرية أطاخي، فكان من خلال وجوده في القسطنطينية وإمكانية تواصله للإمبراطور كانت ممكن الشكاوي دي بتوصل. وصل الصراع لأشده، ولا سيما حول مصالحة 433. المصالحة بحسب ما تمت بفكر البابا كيرلس كانت بين الشرقيين اللي هم في أنطاكيا والكنيسة الجامعة، ما كانش بين القديس كيرلس وبينهم، ولكن لأن القديس كيرلس كان هو له رئاسة مجمع أفسس فكان هو ممثل المجمع، فما كانش خلاف شخصي. فكان شرطه الوحيد انه هيتنازل عن كل الإساءات اللي حصلت، لكن ممكن ان يقبلهم في الشركة بشرط ان هم يخضعوا لقرارات مجمع أفسس. عملوا محاولات ان هو يتراجع عن البنود الـ12 وبعض تعليمه، فاعتبرها إساءة جديدة، وطبعا رفض رفض تام. المهم انتوا طبعا درسنا الحاجات دهيت، عشان كده بقول محدش هيقدر يدخل الكورس الثالث النهاردة من غير ما يكون حضر اللي قبل كده ومذاكره كويس. ممكن هنيجي نتكلم عن بعض الأحداث وبعض الشخصيات يحصل سوء فهم على طول، فلازم الواحد يكون عارف احنا بنقول ايه بناء على ايه. بعد ما تمت المصالحة ووقعوا على القرارات دهيت، وزي ما قلنا كانوا كتبوا قالوا له طب ده في ناس بيدعوا انك أبوليناري وكده، فاحنا حاولنا نرد عليهم قلنا كذا 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 كذا، فهو قرى الكلام بتاعهم لقى كده يعني ممكن يفسر بطريقة مش مظبوطة، فكان بولس أصف حمص بيديله لا يقوله لا يقصده كده كذا كذا. فقال لهم خلاص انتوا كتبتوا كده، لكن انا ردي بقى على اللي بيقدوا عليا، وبدأ يقول رد، وكتب رسالة ان الشرقيين كتبوا بيقولوا كده، لكن اللي بيدعوا عليا ان أبوليناري بدأ يرد وميز بين كلامهم وكلامه. بدأوا بقى يعملوا ادعاءات، بس كان ان هم شرطوا يوقعوا على قرارات مجمع أفسس بما فيها كتاباته، لان مجمع أفسس كان قائم على كتابات القديس كيرلس ولا سيما البنود الـ12. فوجئ بعد كده ان بيدعوا ان المصالحة تمت بناء على ان القديس كيرلس تراجع عن كتاباته وعدل تفسيره ليها، وان العرض الايمان اللي هم كانوا كاتبينه دوت قالوا ده هو وثيقة المصالحة، صيغة الايه المصالحة. واختزلوا كل كتابات كيرلس في حاجتين: الرسالة الثانية للنسطور لأن ما كانش فيها كلام عن الطبيعة الواحدة، والرسالة اللي وجهها ليوحنا الأنطاكي بعد مجمع أفسس، وكانت تضمنت عرض الإيمان اللي كانوا عايزين يردوا بيه على اللي هو بيتهموه بالأولونارية، وهو يعني ميز بين ردهم ورده، قال هو رد الخاص بيه، وقالوا دي هي وثيقة المصالحة، وان كيرلس تراجع عن ايه البنود الـ12 وعدل تفسيره ليها. ومش كده وبس، ده بعد كده بدأوا يفخموا فيها، يقولوا دي دستور ايمان مجمع افسس او قانون مجمع افسس. طبعا ممكن اي حد من شعبنا أولادنا يقروا الحاجات دي، الرسالة بتاع
دستور إيمان مجمع أفسس، وهي أصلا اتكتبت بعد مجمع أفسس. الحاجات دي عانى منها البابا كيرلس أيام حياته ورد عليها، ولا سيما في 5 رسائل قوية جدا ما زالوا هم يتهمون الأرثوذكس بأن بيفهموها غلط، إن احنا بنفهمها إيه، لأن القديس كيرلس حدد فيها الإيمان بالطبيعة الواحدة بصورة واضحة قاطعة مانعة. فضلت المقاومة طول حياته، جه البابا ديسكورو زي ما بنقول استمروا في هذا الأمر في مقاومة ليهم. بدأ لما الشكاوي كترت الإمبراطور اضطر ياخد قرارات، جابوا واحد اسمه أوريناوس كان متجوز 2 ونصوري بحت وملوش أصلا في الكهنوت غير حاجات تانية كتيرة، الإمبراطور يعني استبعده بناء على الشكاوي الكتيرة. سؤودوريتوس كان في حركة مكوكية، مش قاعد في أوبروشيتو، قاعد في أنطاكيا، وكان ديمنوس شخصية ضعيفة وكان بيعتبر سؤودوريتوس أبوه الروحي، فكان اللي بيقود بالفعل هو سؤودوريتوس، وكان بيسعى دائما لتبرئة نسطور. ولما يتزنق يبدأ بقى يتلاعب بالألفاظ وبالمصطلحات، فصدر أمر إمبراطوري بأن يلتزم بأبروشيته ما يدخلش أنطاكيا. بدأ يخطط لما حس أن بدأ التضييق، في تضييق عليهم، بدأ يخطط ان يعمل جبهة من الأساقفة ومن الأرستقراطيين، الناس اللي ذو حيثيات في الدولة، يكون صداقات وعايزين يقرروا ان المصالحة هي زي ما بيدعوا بيها، مصالحة 433 هي وثيقة المصالحة اللي هم بيقولوا عليها وثيقة مصالحة يعني. فجابوا أطاخي، ما هم مش قادرين يهاجموا كيرلس وديسكورس لأن ليه ردود. أطاخي ده لكان لا بيوعظ ولا بيكتب، لا له كتابات ولا له عظات ولا يقف على منبر. حكموا عليه في مجمع مكاني عشان رفض يقر بالطبيعتين، لكن زوروا أعمال المجمع. وبعد كده أطاخي اكتشف كده اتظلم للإمبراطور، الإمبراطور لأنه إنسان طاقي ومتدين لكن كان يحترم القرارات الكنسية والمجامع، فشكل لجنة حققت أثبتت التزوير، فدعا لمجمع مسكوني اللي هو مجمع أفسس. الكلام ده احنا درسناه، انا بستعرض معلش يعني استرجاع عشان الامور مترابطه مع بعضها، يعني انا بسترجع حتى مع اللي حضروا، برجع واقول اللي ما حضرش معانا ممكن مش هيفهم كويس، بل ممكن يحصل لبس. ده مجرد حتى ما نجيب سيرة أطاخي وكده، الله وسيدنا بيحال الأطاخي اللي هرتوكي يعني ممكن مش فاهمين اللي قبل كده واللي بعد كده ايه. احنا ماشيين في الأحداث بترتيب منهجي، نحن لا نقبل على الإطلاق كل ما ينسب لأطاخي، ومحروم كل هذا الفكر، بس نتكلم الأحداث التاريخية وازاي نتعامل مجمع مسكوني. هذا المجمع لم يقض فقط من اجل أطاخي، ولكن الامبراطور لما شاف
القلاقل والاضطرابات اللي حصل من هذه المجموعة الصغيرة، فحب يحسم الأمور. فختمت معاكم المرة اللي فاتت نقول كان الهدف من مجمع أفسس 2 ليس مجرد النظر في قضية أوطاخي فحسب، ولكن لوضع حد للقلق والاضطرابات الحاصلة في الكنيسة نتيجة التجاوزات لما تحدث في مجمع أفسس 431. وهذه كانت تكليفات الإمبراطور للمجمع بعد معاناة طويلة من الشكاوي الكثيرة المتكررة ضد المتجاوزين، والتي أثبتت التحقيقات العديدة حقيقة هذه التجاوزات. وشفنا ازاي هيبة عمل له تحقيقات وحاولوا يبرقوه، الناس رفضت تماما لان كان له حاجات شنيعة في الفكر وفي التعليم وفي عدم الامانة، وإيريناوس وسودوريتوس يعني كان في مرارة من الكنيسة منهم. والكلام ده مش كلامي ولا استنتاجي، زي ما اتفقنا من البداية حرصت في هذا الموضوع بصفة خاصة أن تكون دراساتنا موسطة بمراجع. هذه المراجع معظمها من الجانب الخلقدوني، لئلا يظن أحد أننا نتحامل أو نستنتج استنتاجات خاصة بينا. ففي كتاب The Council of Chalcedon لسيلرز يقول بعد أن تم إبلاغ الإمبراطور أن أوطاخي قد وجد أرثوذكسيا وأن فليبيان وأوسابيوس قد حرموا لأنهم تجاوزوا ما كان موجودا سابقا في أفسس، فقام ديسكوروس وأتباعه ضد أعدائهم في الشرق لأن المجمع مكلف. ده سيلرز اللي بيقول كده، ليس فقط بوضع حد للخلاف الذي نشأ بين فليبيان وأوطاخي، ولكن أيضا ليطرد من الكنيسة كل من انحاز لخطأ نسطور. فطبعا البابا ديوسكوروس كلف برئاسة هذا المجمع، وهذا التكليف لم يكن له وحده الموضوع، لأنه كان محتاجين ياخدوا قرارات حاسمة. فتشكلت رئاسة ثلاثية متساوية، البابا ديسكورس بابا الإسكندرية، يوبوناليوس أسقف أورشليم، تلاسيوس أسقف قيصرية الكبدوك. وطبعا قرارات المجمع وأحكامه درسناها في الكورس السابق، طبعا انا مش عايد كل حاجة، انا بس براجع معاكم كده يعني. دي في عجالة سريعة بعض اللي مررنا بيه قبل كده. نستكمل معا ردود افعال مجمع افسس المسكوني، بنسميه أفسس 2 المسكوني 449، وكنيستنا بتعتبره امتداد لمجمع أفسس، لأن زي ما شفتوا التكليفات بيها كانت لوضع حد للتجاوزات اللي البعض تجاوز فيها عم حددوا مجمع أفسس، فكان امتداد لمجمع ايه؟ أفسس المسكون.
طبعا في الفترة الأخيرة سودوريتوس لما لقى التضييق عليه والخناق بقى جديد، فبدأ يتبع أساليب بقى أخرى، تكوين تكتلات من بعض الأساقفة وبعض الأرستقراطيين اللي هم الناس اللي ذو مناصب وحيثيات في الدولة. فكان أسقف روما في الوقت ده تنيح وجيب واحد بداله اسمه لون، فبدأوا يتواصلوا معاه. ولما كان البابا ديسكوروس وفي بقى مجمع أفسس هيتعمل وحسوا ان هم مش قادرين يقاوموا التيار، فسودوريتوس قال لا مش كفاية ان نبعت رسالة، راح بنفسه لمين؟ للاون. وهناك فهم شخصيته، عرف بقى ان ده يستقطب ازاي يعني، وتكون التكتل اللي بيتفقوا ان يعملوا قضية لأطاخي، خلوا فليبيانوس يعملها وأوسابيوس ده كان محامي سابق فمتخصص في توجيه الاتهامات، يعرف يعني ازاي يلف التهم كويس يعني، مع احترامنا للمحامين يعني مش كلهم كده. القديس ساويرس برضو درس المحاماة، لكن يعني مش كل المحامين بيبقوا يعني زي أي مهنة يعني. فأول لما صدر الحكم عليهم استأنف، يقول سيلرز كده، استأنف الضحايا الرئيسيون لديسكوروس في مجمع أفسس الثاني باستثناء ديمنوس، لأن ديمنوس يعني إيه خدها من قصرها ولا روح أقعد في الدير أحسن، وكان هو زي إيه لعبة كده في إيد سودوريتوس، فقال الدير أريحلي. فاستأنفوا للون ليتبنى قضية الأرثوذكسية في الشرق، والشماس اللي هو كان من ضمن المندوبين عن لون في مجمع أفسس اسمه هيلاري فليبيانوس بعت معاه رسالة التمس فيها فليبيانوس للاون بيقول له بأنه الذي يكرز به ديسكوروس وأعوانه ليس إيمان الآباء ولكنه إيمان أطاخي، ليس إيمان الآباء ولكنه إيمان إيه أطاخي. يقصد بمين الآباء؟ كيرولوس ولا نسطور ولا ديودور وسيودور؟ طبعا اللي هم ليهم الفكر بتاعهم. وكما ذكرنا سابقا فقد سعى سودوريتوس لتكوين جبهة مضادة للإيمان الأرثوذكسي الذي كان يقود الدفاع عنه بابا الإسكندرية، وبالفعل كون مجموعة من الأساقفة والأرستقراطيين كان من بينهم أوسابيوس وفليبيانوس ولون أسقف روما. ولما تم الحكم عليهم في مجمع أفسس 449 نلاحظ أن هذه المجموعة اتجهت مباشرة إلى لون الذي عرفوا كيف يستملوه في جانبهم. يقول ايه بقى الكتاب بتاع The Council of Chalcedon؟ يقول تلقى لون ايضا استئنافا من أوسابيوس، مش من فليبيانوس بس، المجموعة كلها بقى، ما هو لون هو اللي كان نفذ فيهم يعني. تلقى لون ايضا استئنافا من أوسابيوس اسقف دوريليوم الذي جاء بعد ذلك بقليل الى روما، راح بنفسه ليستأنف شخصيا قضيته كما ادعى،
أنه على عكس القوانين الإلهية فقد عومل بشكل غير عادل جدا. طبعا احنا شفنا أعمال المجمع تمت إزاي من كتبهم ومراجعهم، مفيش أي تجاوز حدث. فقد عومل بشكل غير عادل جدا من قبل ديوسكوروس وأولئك الذين أجبروا على إطاعة إرادته، والتمس من لون أن يعلن إعادته لمنصبه ويدخله في الشركة مع كرسي روما. طلب من لون أنه بقراره يرجعه لمنصبه ويدخله في الشركة، وبالفعل لون عمل كده، لم يبالي ولم يحترم قرارات المجمع المسكوني. يعني شوفوا أوطاخي كان مجمع مكاني، لكن لم يحالل إلا بتحقيقات. أولا أثبت الصدق شكواه بالتزوير وبمجمع مسكوني، لأن هكذا يسلك الأتقياء باستقامة وباحترام للقوانين. يبقى أول واحد قدم التماس في ليبيانوس، تاني واحد أوسابيوس أو يوسابيوس، خلي بالكوا هتلاقوا في الأسماء ممكن بتتنطق حسب اللغات بأكتر من طريقة يعني. تالت واحد بقى مين؟ سؤدوريتوس. فيقول المرجع ده ايه؟ وجاءت الرسالة الثالثة من سؤدوريتوس. شوفوا بقى هيوصفوا بإيه؟ مين اللي بيوصف؟ مصدر خلقدوني أيضا مش إحنا، الذي عرف جيدا كيف يمكن تقديم الالتماس الأفضل إلى روما. عارف إزاي يقدم الالتماس لروما؟ إيه اللي مادحا كرامة وجلال امتيازات العرش الرسولي في الغرب، مذكرا، خلي بالكم من الحكاية دي القرينة اللي جابها، مذكرا بأنه عندما كان المسيحيون الأوائل في أنطاكيا في شك بخصوص أسلوب حياتهم بحسب الناموس، فذهب بولس إلى بطرس العظيم ليتعلم منه الطريقة التي يمكن بها حل مثل هذه الصعوبات. وبنفس الطريقة فهو سؤدوريتوس يعني ومن معه يعودون الآن إلى خليفة بطرس باحثين عن الشفاء من الجروح. تضحكوا حاجة يعني ما تضحكش يعني، ولا شر البلية ما يضحك. يقولوا باحثين عن الشفاء من الجروح التي لحقت بالكنائس مؤخرا، واستطرد أنه يليق بلاون أن يأخذ حق التقدم على الآخرين، إذ فيه قد وهب الله الغرب أسقفا أرثوذكسيا، والذي بالفعل أظهر غيرة ضد المانويين ذوي الشهرة السيئة وكتاباتهم الحديثة في تجسد إلهنا ومخلصنا. أشارت بما فيه الكفاية إلى شخصيته الرسولية وحكمته الروحية، لذلك ناشد البابا أن يخبره ما إذا كان هو سؤدوريتوس يعني الذي لم يسمح له في أفسس بالإجابة عن نفسه، والذي كما يمكن للجميع في الشرق أن يشهدوا أنه قاوم الهراتقة قراع وكاتب، والذي حتى الآن كان على استعداد أن يثبت أمام المحكمة العادلة في الغرب. المحكمة العادلة فين؟
في الغرب أنه غير مذنب فيما كان، خلي بالكم من الحتة الجاية دي، أنه غير مذنب فيما كان أولئك الذين تلوثوا بعدم صحة أبوليناريوس يجلبونه ضده. تلوثوا بعدم صحة أبوليناريوس، هنا بقى بيشير للبابا ديسكورس والبابا كيرلس عمود الدين، لأن نفس التهمة اللي كانوا بيتهموا بيها مين؟ البابا كيرلس. ونرى هنا مؤلف الكتاب اللي احنا بصدده الآن اللي استشهدنا بيه، وقد استطاع أن يفهم شخصية كل من سؤودوريتوس ولاون، فهمهم، فعبر عن سؤودوريتوس بأنه عرف جيدا كيف يمكن تقديم الالتماس الأفضل إلى روما، وهذا يعني أنه فهم جيدا شخصية لاون، ولا سيما من خلال المقابلة التي تمت سابقا معه، لأنه كان راح قبل لاون قبل كده، صحصحين راح قبله فين؟ لما كان راح وكتب التوماس، حينما كتب معه التوماس المعروف. ومرة أخرى تنجح أساليب سؤودوريتوس، ده الكلام ده أنا اللي بقوله بقى، تنجح أساليب سؤودوريتوس في مدح كرامة وجلال امتيازات العرش الرسولي في الغرب، وتلاقي قبولا قويا عند لاون، فينهض بالاستجابة السريعة للوقوف بجانبه هو ومن معه على حساب الحق والإيمان. كما نرى استمرار سؤودوريتوس في اتهام البابا كيرلس عمود الدين وخليفته وأتباعه بالأولينارية، وهي التهمة التي ظلوا يتهمون بها من كل من يؤمن بالطبيعة الواحدة، والتي أطلقوا عليها أيضا لاحقا الأوطاخية، يعني نفس التهم اللي وجهوها الأوطاخية، هي لما اللي اتهموا بيها البابا كيرلس اتهموا بيه أوطاخ، عايزين يقرروا حاجة فيجيبوا واحد كده مش قدروش يردوا يغلبوا البابا كيرلس فيجيبوا أوطاخ. وجدير بالملاحظة أن الأحكام التي صدرت عن مجمع أفسس 449 قد لاقت قبولا وارتياحا من الإكليروس والشعب، فكان رد الفعل هدوء وسلام في الكنائس، فقد كانت كل الشخصيات التي تم الحكم عليها سبب قلق واضطراب، وكانت الشكاوي والتظلمات منهم كثيرة. وبالفعل كانت قد سبقت هذه الأحكام تحقيقات كنسية مكانية، عارفين انتوا طبعا اللي حصل مع هيبة وإيريناوس وغيره، يعني قد سبقت هذه الأحكام تحقيقات كنسية ومكانية وقرارات من الإمبراطور تجاههم، وكانوا مصدرا للقلق وإثارة القلاقل، ولا سيما سؤودوريتوس بأساليب المراوغة التي كان يتبعها في مناهضته لمجمع أفسس 431، سعيا وراء تبرئة وعودة نسطور. ولما تفاقمت الاضطرابات التي سببها وقصرت الشكاوي جدا مما أدى إلى الحكم عليه في مجمع أفسس 449، إلا أنه لم يرتدع ولم يهدأ، ولكنه سعى في استخدام أسلوب آخر كان قد بدأ بالفعل قبل الحكم عليه، وهو استقطاب بعض الأساقفة والأشخاص الأرستقراطية المتميزة لمناصرته، فشعر أنه قد وجد ضالته المفقودة في شخصية لاون، وتوافق أيضا مع أوسابيوس أسقف دروليوم وآخرين.
خلي بالكم انا من البدايه قايل لكم صدوريتوس ذات ركزوا ايه عليه قوي. وبالفعل زي ما اتقال عليه سيلرز انه عرف جيدا كيف يقدم الالتماس الى الافضل لروما اللي جه على هوى لاون، فلاقى قبولا واستجابة فورية مصدقا ما تم وصفه به. لاون صدق وبدأت النعرة والنبرة الغربية من ذلك الوقت، قبل كده ما كانتش موجودة بالصورة دي خالص، اتزرعت فجت على الهوى واتصدقت فلاقت استجابة فورية مصدقا لاون يعني ما تم وصفه به في الرسالة، معتبرا أن له السلطة العليا على الكنيسة كلها بل حتى على المجامع المسكونية، الأمر الذي لم يدعيه القديس بطرس نفسه على باقي الرسل. يعني خد سلطة حتى لو بيقول خليفة بطرس، القديس بطرس ما عملش كده، ده القديس بولس يقول قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. يرجع بقى يقول ايه في كتاب مجمع خلق دنيا، يقول لون فخورا بأنه ترأس المؤمنين باسم القديس بطرس عايش الزهو الذي تمجد اعترافه بالرب يسوع المسيح ودمر إيمانه كل الهرطقات، ولم يضع أي وقت في الاستجابة لنداءات الشرق بل اتخذ قرارات بمساعدة المقاطعة الرومانية. قرر ان المقاطعة الرومانية لازم تتدخل وتساعد هؤلاء، فكتب رسالتين في 13 أكتوبر 49 الى الامبراطور ثيودوسيوس، زعما في الرسالة الاولى بانه كخليفة للرئيس الرسل، شوفوا النبرة بقى جاية ازاي، بعتها بصفتي ايه كخليفة لرئيس الرسل كانت له القوة للحفاظ على الحق في قضية السلام وعدم السماح لأي شخص بتشويه أساسه الراسخ، ولكن عليه أن يصد الأذى في الحال، وناشد ذلك الأمير المسيح الموقر جداً للسماح بأن يبقى كل شيء كما كان قبل أن يجتمع الأساقفة في أفسس. بيقول الإمبراطور كل حاجة ترجع كما إيه كانت، يعني بيلغي قرارات المجمع المسكون، كل شيء كما كان قبل أن يجتمع الأساقفة في أفسس إلى أن يعقد مجمعا من كل جماعة الأساقفة في العالم. اقترح أنه يبقى في إيطاليا، قادرا أن يصدر حكمه. شفتوا بقى نبرة وطريقة لم نراها ولم نسمعها من قبل، صدوريتوس راح وزرعها فيه وهو جت على هواه وصدقها وبدأ يتصرف. إن زي بولس ما راح لبطرس لما كانوا في مشكلة، هم لجأوا له بصفته خليفة بطرس وله السلطان المطلق. فمش يعني الراجل بقى له السلطان المطلق وناس قصدوه هيغزلهم، لا، قرر بقى انه يساعده. عمل حاجة تاني، شوفوا بقى الطرق. دايما قلت لكم الايمان المستقيم يخلي السيره مستقيمه، وما بيبدا ينحرف الانسان في عقيدته ما ياخدش خط مستقيم في سلوكه وتعاملاته. الكلام اللي هقوله لكم دوت برضو مش مني،
من نفس المصدر اللي كاتبه، يعني تابع للكنيسة الخلقدينية. الأدرك لاون أنه من أجل نجاح قضيته كانت كل الحاجة تكمن في تقوية المعارضة المحلية لسياسة ثيودوسيوس الكنسية وأساليب وعقيدة ديسقورس. فمن خلال نفس المنشور اللي هو 13 أكتوبر 449 أرسل رسائل إلى بلغاريا وجوليان سيوسو في لبيان. أرسل لمين تاني في لبيانوس؟ لأن في ادعاءات إن قتلوا في لبيانوس في المجمع. هما نفسهم بتتكذب. وفي لبيان والإكليروس وشعب القسطنطينية، وبصفة خاصة جدا إلى فاوستس وبقية معارضي أوطاخي. خلي بالكم، ما يقصدش معارضي أوطاخي وبس، يعني معارضي نعم لا، معارضي أصحاب الإيمان بالطبيعة الواحدة. طبعا برجع أقول ما ينسب لأوطاخي وما نسب إليه لا نقبله، لكن كل ما نسب لأوطاخي نسب للبابا كيرلس، لكن رد، والبابا ديسقورس أيضا ورد. أوطاخي ما رد في المجمع وفي التحقيقات، لكن لما هتشوفه استبعد تماما. لكن ده مقصود أصحاب الطبيعة الواحدة يعني. وكل بقية معارضي أوطاخي من المتوحدين في العاصمة، وبعث نسخة إلى بلغاريا من رسالته إلى أخيها ثيودوسيوس، مؤكدا بأن الضيق الذي حدث بحسب ما أسماه ليس حكما ولكن جنون رجل. يقصد مين جنون رجل؟ نعم، شوفوا بقى زي بقول لكم استقامة العقيدة بتخلي فيه استقامة سلوك وأداب وأدب. لكن لما بيكونش في عدم استقامة بيبقى في عدم أدب. طلب منها أن تواصل رعايتها للكنيسة كشخص مفوض الآن من الرسول نفسه. يا نهار أبيض، هي مش مفوضة منه، ده هو كلف بلغاريا تباشر رعايتها كشخص مفوض الآن من الرسول نفسه لإقناع الإمبراطور بالاستماع إلى التماسه، لأنه حس الإمبراطور مش مستجيب له. وبالمثل تم حث الإكليروس والشعب في القسطنطينية على الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي والتأكد من أنه طالما كان في لبيان على قيد الحياة فإن لاون ومجمعه الكنسي لن يعترفوا أبدا بوجود دخيل في شركتهم. يعني بدأ يسعى أن يهيج الناس على الإمبراطور. شوفوا ولاد ربنا، طوبى لصانع السلام. ده لا، يسعى لتأليب الايه الاخرين. نعم، ما هو كانوا يقولوا الكاثوليكي والارثوذكس، يصفوا نفسهم ساعتها ان هم الارثوذكس وهم الكاثوليكيين يعني. ما كانش بالمفهوم الحالي كاثوليك وارثوذكس يعني. أما يقول الكاثوليكي والأرثوذكسي كان اللي هو الكنيسة اللي بصفة عامة يعني. ولما باءت محاولات لون بالفشل في محاولته لاستمالة الإمبراطور ثيودوسيوس وإخضاعه لتحقيق أهدافه الشخصية بعد أن حاول من خلال الأسرة المالكة في الغرب
كما رأينا سابقا. فاكرين الكورس اللي فات لما قلنا كان يروح ليهم ويبكي احنا بنستكمل، لكن هو الموضوع ده كان بدأ من المرة اللي فاتت، حكينا عنه شوية. يعني النهاردة بنستكمل. كما رأينا سابقا بالمسكنة أمامهم واستدرار تعاطفهم معه بالضغط على الإمبراطور سيودوسيوس ومراسلته، فاتجه لأسلوب آخر لا يتفق مع التقوى والوقار والاستقامة، وهو محاولته استقطاب المعارضة المحلية لسياسة سيودوسيوس وتقويتها والتآمر معها، وهو نفس الأسلوب الذي سلكه سؤدوريتوس أيضا. اتلموا على بعض. وقد استغل الخلاف بين سؤدوسيوس وأخته بلخارية محاولا استقطابها في صفه ضد أخيها. كان في الوقت ده بلخارية في عدم وفاق بين الإمبراطور سؤدوسيوس وأخته. طبعا في حاجات في التاريخ يا جماعة مش احنا مش غاويين نحكي حتى نجيب سيرة ناس حتى تاريخيا، بس عشان تبقى الأمور مفهومة، يعني السياق ماشي ازاي. كان في خطأ صدر من بلخارية، في سلوك معين، وكان متهم برضو بنفس السلوك مرقيان. الامبراطور لانه كان تقي امر بوضعها تحت سلطة اب اسقف اللي يحكموا عليها، واستبعدت من سطوتها وقعدت في دير. فكانت شعرة بأنها يعني مقيدة، يعني مضغوطة. الحكاية دي كانت معروفة، فهو لاون واللي معاه. الإمبراطور مش عايز يستجيب لينا، فيجيبوا بعض الشخصيات اللي هي على خلاف معاه ويقوموها بما لهم من معارف وسطوة برضو موجودة يقلبوها. فانتي لازم بقى يعني هي كانت مهملة، فبيدوها اي دور تقوم بيه، وهنشوف اللي هيحصل ايه. الكلام ده برضو مش انا اللي بقوله، ده تفتكروا ان احنا بنتحامل. لكن يقول ولكن كانت لديه للاون يعني اسباب وجيهة ليفكر بأن بلخارية أخت الإمبراطور سوف تتحرك لصالحه، لقد أظهرت بالفعل تفضيلها لعقيدة فيليبيان، وكانت جزئيا منحازة إلى هذا الجانب، إذ لا شك أنه تم إزاحتها من السطوة من قبل كريسيفيوس اللي هو الابن الروحي لأطاخي. عارفين كان في ابن أخو أطاخي وابن الروحي في المعمودية اسمه كريسيفيوس، كان له مكانة في البلاط الإمبراطوري. فيبدو هو اللي كان كشف موضوع بلخارية. فلما جه بقى خلاف حصل بين فيليبيان وأطاخي، بلخارية تلقائيا جاية في صف مين؟ فيليبيان. مين اللي بيقول كده؟ سيلرز اللي هو كاتب كتاب اللي هو الكونسل اوف كالسيدون. وانضمت الآن إلى مؤيدي الطبيعتين في الدير، وكانت الدير اللي هي قاعدة فيه من اللي هو يتبنى هذا الفكر، الذي كان يرقصه مانويل المعارض لأطاخي. شوفوا بيختاروا ازاي الشخصيات. وبناء على ذلك
نشدها لون، أن تتبنى قضية تليق باسمها العظيم، وقد أظهرت بالفعل غيرتها المقدسة في سبيل الإيمان الحقيقي. عندما قام نسطور والتمس منها أن الخطأ المضاد لنسطور لابد ويجب أن يستبعد الآن، لذلك توسل إليها بتقواها المعتادة ألا تأخذ راحة حتى يزاح من كل عقل هذا الهجوم على سر خلاص الإنسان. يعني المرة اللي فاتت إن هي مفاوضة من قبل الرسول نفسه، المرة دي بيقولها لازم تاخد يعني إيه، تتبنى قضية تليق بعظمتها واسمها العظيم. وهنا يذكر سيلرز بكل وضوح الأسباب الوجيهة التي جعلت لون يفكر في بلخاريا أخت الإمبراطور، حيث أنها كانت تضمر كرها وعداء لكريسيفيوس اللي هو الابن الروحي لأطاخي، والذي يبدو كان له دور في عقابها من قبل الإمبراطور، كما انضمت لدير يرقصه مانويل المعارض لأطاخي والمؤيد للطبيعتين. طبعا لاون بعت رسالة للإمبراطور: أنا خليفة بطرس ومن واجبي أن أدافع عن الإيمان وأعمل كذا وكذا. فبص لقى الإمبراطور ما عبروش، إن الإمبراطور كان على دراية بكل حاجة وعارف المجمع أفسس تم بإيه، وكان بتكليفه ومتابع كل كبيرة وصغيرة، وعارف إن المجمع تصرف بنزاهة وأمانة وعدل وحق، فلم يجد أذان صاغية لدى الإمبراطور. فراح بدأ يغير لهجته، يقول إيه، في 25 ديسمبر 449 لاون الذي كان ينتظر بفارغ الصبر الأخبار من الشرق حاول مرة أخرى الاقتراب من الإمبراطور، على أنه بدأ الآن يغير من لهجته، على ما يبدو كان يعتقد أنه من الأفضل عدم ذكر هيمنة القديس بطرس أو قانون نيقيا، القانون اللي بيدي تميز لكرسي روما أو التقدم يعني شوية إداريا، يعني أما يكونوا مجتمعين باعتبار العاصمة يعني، ولكن أن يبرر التماسه ببساطة على أرضية عقيدة نقي، إنه بقى مش عشان هو متميز، لا ده عشان الإيمان والعقيدة والتي يلتزم بها بشدة. وأكد أن رسائله كانت على اتفاق كامل مع هذه العقيدة، حيث حرم فيها عقيدة نسطور المنحرفة وأدان معصية أولئك الذين ينكرون أن جسد حقيقي قد اتخذ من قبل ربنا يسوع المسيح. ومرة أخرى طلب من سؤدسس أن يستدعي مجمعا أسقفيا في إيطاليا، لأن هذه كانت الوسيلة الوحيدة المؤكدة لكبح الفوضى التي تؤثر على الكنيسة بأكملها وللحفاظ على كمال الإيمان الكاثوليكي. فزي ما قلنا هنا بدأ يغير لهجته ويبين انه هو يعني كل هدفه ايمان نقي، ويكمل نفس الكاتب هذا المرجع اللي بنقتبس منه الان: وادراكا منه من لون يعني لاهميه جني المصالح من بلخاريا في هذا الالتماس الجديد، نجح لاون في إقناع غالة بلاسيدية بالكتابة إلى ابنة أختها، كانت خالة الإمبراطور وخالة بلخاريا كانت هناك في الغرب عنده، فعشان يضمن التأثير أكتر على بلخاريا فرح لخالتها إنها إيه اكتبلها، خليها تقف معانا
باسلوب المسكنه اللي اتعرض اللي قلنا عنه المره اللي فاتت في الكورس اللي فات، بالكتابه الى ابنه اختها، تحثها على ان تلعب دورها في تامين ازاله اي سلطه قد تكون مرتبطه بالمجمع الصاخب وغير السعيد. يعني عايزها تامن ان محدش يتحكم عليه في المجمع اللي فات يمشي او يعني يعزل، والاستماع الى الامر برمته من قبل الكرسي الذي على راسه كان اول من تزين بالسياده الكهنوتيه. يعني ما تخضعش لاي قرارات مجمع، ما تسمعش غير لمين؟ من قبل الكرسي الذي على راسه كان اول من تزين بالسياده الكهنوتية، مش بالكرامة الكهنوتية حتى وبالنعمة الكهنوت، مع ان مش بطرس الرسول اللي اسس كرسي روما، الاولى بتوع انطاكيا. طبعا المساعي دهيت والإثارة عمال يحاول يثير في الناس وفي المعارضين هناك. فجي في وقت مبكر من مارس كان لدى لاون سببا لكي ليكون أكثر تفاؤلا، لقد علم الآن أن الإكليرس والعلمانيين في العاصمة الذين فضلوا الطبيعتين كانوا صاخبين في تصفيقهم ضد العقيدة التي على غرار خطأ المنويين والتي كانت تفرض الآن على غير استقرار من قبل من هم في السلطة. لما بدأ يسير اللي هم القلائل اللي من أصحاب الطبيعتين وبدأ في بيسندهم بولخاريا وآخرين، بدأ صوتهم يطلع إيه؟ شوية. ففرح ان بقى في اضطراب وفي معارضة للامبراطور في الشرق. كتب اذن الى هؤلاء من اجل تثبيتهم في مقاومتهم الامينة الجديرة بالثناء لاعداء الحق، وفي الوقت نفسه يقدم لهم تفسيرا معقولا للعقيدة القائلة بأن يسوع المسيح هو إله كامل وإنسان كامل. وسمع البابا أيضا ما يرضيه بشدة أن أغسطى بلخاريا في حبها للإيمان الكاثوليكي وبغضها لأولئك الذين كانوا يحاولون الإطاحة بأساسيات الدين المسيحي كانت مستعدة لتقديم مساعدتها. الآن سيصبح من الممكن إزالة الخطأ المميت وأعطاء ذلك الأمان للشؤون الإنسانية التي لا تأتي إلى زدافع إلا إذا دافعت كل من الدولة والكنيسة عن الاعتراف الإلهي بسلطتها. ابتهج لاون أيضا بالتأكيد على أن الأرشمندريتين مارتن وفاوستس لهما نفس الفكر مثله. هؤلاء كما أخبرهم الآن يمكن أن يحسوا أو يحسوا الجميع على الصمود وطلب مساعدة الأباطرة الأكثر نعمة، يقصد بلخاريا يعني، في الدفاع عن الإيمان، ويمكنهم أيضا أن يكونوا في الخدمة من خلال توصية أبناء الكنيسة بما كتب وفقا للإيمان الرسولي بواسطة خليفته الذي دمر اعتراف كل بدعة. وهنا نرى لاون يستمر في حس وتأجيج المعارضة ضد الإيمان الأرثوذكسي لصالح أصحاب الطبعتين بأسلوب التآمر الخسيس، حيث تتلاقى الطيور على أشكالها.
كل اللي هم لهم أخطاء عقائدية وسلوكية بدأوا يكونوا إيه؟ يسعى لتكوين جبهة معارضة منهم. لكن كان الإمبراطور الحقيقة لا يتزحزح، كان واثق من أمانة المجمع وعدلته، لأنه هو متابعه بنفسه. فعشان كده برضو يقول إيه، لكن جهود لون للتغلب على سؤوديسيوس لإعادة فتح السؤال العقائدي كانت غير مثمرة. في مايو أو يونيو التاليين تلقت الشخصيات الملكية في الغرب ردود الإمبراطور الشرقي. هو كان خلى الأسرة المالكة في الغرب تبعت لسؤوديسيوس تقول له يعني بنسمع ان في ناس مظلومة ولاون زعلان عشان في ظلم حصل وكده يعني. فبدأ سؤوديسيوس يرد عليهم على قرايبه اللي في الغرب. ردود الإمبراطور الشرقي على رسائلهم من بينها كان من الواضح جدا أنه بقدر ما كان الإمبراطور مهتما فقد تمت تسوية الخلاف العقائدي في الكنيسة، وأكد لفالانتينيان اللي هو الإمبراطور الغرب أن هدفه الوحيد هو الحفاظ على إيمان الآباء، وذلك من أجل هذه القضية بالذات، لأنه كان يعلم أن الكنائس المقدسة كانت تزعجها بدعة مؤذية جديدة، ولقد استدعى مجمع أفسس حيث لم يتم فعل أي شيء مخالف لقاعدة الإيمان، وهناك أعلن بكل حرية وحقيقة أن الخلاف قد خضع للحكم المقدس من قبل الأساقفة، وكان فيليبيان مقدم هذا التعليم الجديد، نال بحسب ما يستحقه، يعني حكم على فيليبيان بحق وبعدل. نتيجة لذلك ساد السلام، وكان الإيمان النقي هو الأسمى. وبنفس النبرة رد سؤوديسيوس على غالب اليسيدية وابنته الإمبراطورة ليسينية أودوكسية، كان بنته هي زوجة إمبراطور الغرب، رد على بنته برضو وطمنها. الخلاف كان في نهايته الآن بعد أن طرد فيليبيان ومؤلفاته من الوظيفة الكنسية من خلال التصويت المقدس، ومنذ ذلك الحين تمت تسوية الأمر بشكل نهائي ولم تكن هناك حاجة إلى قرارات أخرى. الأمر كان مستهتب وهادي وكل حاجة كويسة. مين اللي كان قلقان وعامل هيصة؟ فبقول بقى كان نتيجة انعقاد وقرارات مجمع أفسس 449 أن ساد السلام في الكنيسة كلها بعد أن ضجت لسنوات بالشكوى من المعلمين الهراطقة، فصار هدوء باستثناء الأفراد القلائل الذين تم الحكم عليهم، إذ كان الملك يخاف الله وهدفه الوحيد هو الحفاظ على إيمان الآباء. عكس ذلك تماما سنجد في مجمع خلق دنيا. فبالرغم من أنه تم الحكم على فرد واحد هو البابا ديسكوروس بطل الأرثوذكسية، أنا بستبق هنا معلش ماليش صبر انتظر، فبقول لكم بقارن ازاي اتحكم على الناس دي كلها وكان فيه هدوء. في خلق دنيا حكم على البابا ديوسكورس، الا انه في الواقع كان الحكم على ايمان الكنيسة الجامعة، وكان نتيجة ذلك ان فقد السلام وحدث الانقسام العظيم للكنيسة، وصار اضطراب في كل مكان مما اثر بالسلب على الامبراطورية الرومانية نفسها.
فحكم أفسس حل بيه السلام. المساعي مش مبطال، مش ساكت، ما هم عاملين عصبة. مين اللي صوته عالي دلوقتي اللي يقدر يتكلم ويتحرك فيهم؟ لاون. بعد شوية أصواتهم هي تعلى على لاون. اصبروا بس. رأى لاون الآن أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات إجراءات حاسمة. كان قد تلقى بلاغا من أناطوليوس ومكرسيه كما قال في رسالته الصريحة إلى رؤساء المتوحدين، ولكن لدهشته لم يتم ذكر العصر التي تؤثر على تلك الكنيسة القسطنطينية، ولم يظهر الأسقف الجديد أن تعليمه كان كاثوليكيا. لذلك كان يرسل إلى العاصمة أسقفين وقسيسين ويسلحهم بمجموعة مقتطفات من الآباء التي بمساعدة رؤساء المتوحدين أنفسهم محب الحق الكاثوليكي، يساعد أولئك الذين سقطوا بقلة الخبرة أو الذين خضعوا خوفا. قد يعطون الدواء المناسب لاستعدادهم. بدأ يبعت لهم بقى التعليم اللي هي بتاع توماس لاون. في رسالة إلى بلغاريا أشار البابا مرة أخرى إلى خيبة أملي، لأن أناطوليوس لم يوضح. أناطوليوس ده مين؟ اللي هو كان اترسم بدل فيليبيانوس. خلي بالكم في واحد اسمه أناطوليوس هيجي كمان شوية، ده قائد، ففي تشابه في الأسماء. أنا بقول لكم مسبقا عشان ما تبقوش تتلخبطوا، لكن بيتكلم على أناطوليوس اللي هو مسك أسقف للقسطنطينية. لم يوضح أنه لم يكن مصابا بالعدوى الأخيرة، ولكنه وأعلن أنه سيتواصل مع الأسقف عندما صرح الأخير أنه قبل الرسالة الثانية لكورولوس إلى نسطور. في الوقت نفسه لتجنب التأخير كان مندوبوه الأربعة يقدمون أمام بلغاريا عقيدة الآباء الموقرين فيما يتعلق بالتجسد حتى يعود الجميع إلى اعتراف اتفاق اعتراف واحد، وخلص إلى أن هذه المهمة كانت تستحق المساعدة منها شخصيا كشخصية كانت تعمل لأجل سلام الكنيسة، وإذا فشلت يمكنها المساعدة من خلال دعم خطته لعقد مجمع في الغرب. ولم يخش لون من أن يبلغ سيودوسيوس بتصميمه على حماية الإيمان الكاثوليكي. وقد أعلن أنه إذا درس لون أو إذا درس أناطوليوس ما قاله الآباء حول موضوع التجسد لوجد أن كل من رسالة كيرلس وما كتبه البابا تتوافق في عقيدتهم. علاوة على ذلك سيكون من مصلحة الإمبراطورية إذا وافق أسقف القسطنطينية على التعليم الكاثوليكي وفي حضور الإكليرس والعلمانيين اعترفوا دون تحفظ بالإيمان المشترك، وإذا أرسلت أخبار التأييد إلى روما وجميع الكنائس فسيحل السلام. كأن السلام مش حالل دلوقتي. وتابع البابا أن المندوبين الأربعة لديهم تعليمات بالعمل لتحقيق هذه الغاية، ولكن إذا كان هناك من خالف عن طهارة إيماننا وسلطة الآباء فيجب عقد مجمع عام في إيطاليا، ومن الآن فصاعدا لا يجب لأحد أن يكون حرا في أن يؤكد أن إيمانه إيمان نقية بينما يستمر في قبول ما هو معارض له. حاجة غريبة بدأ يسلكها بطريقة شاذة. في الوقت اللي كان فيه يسود فيه السلام كل كنائس الشرق بعد مجمع أفسس يطالب لاون بأن يقبل الجميع توماسهم لكي يحل السلام، في حين لم يكن أحد فاقد للسلام إلا هو والمحكوم عليهم في مجمع أفسس
ولا سيما سوء دوريتو سوء سابيوس، الكل كان في سلام. لكن ده لا إما ما فيش سلام. طبعا هو كتب الرسائل ديت، كتب الرسائل ديت وبعتها مع المندوبين، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. هذه الرسائل بتاريخ 16 يوليو 450 أخذها المندوبون معهم إلى العاصمة. ماذا كان ممكن أن تكون النتيجة لو لم يسقط الإمبراطور سؤدوسيوس من على جواده وتوفي في 28 يوليو؟ لا يمكن إلا أن يخمن، بافتراض أن كل جانب ظل مصرا شرقا وغربا. ده دي تصور سيلرز. فمن المعقول أن نفترض أنه كان سينفصل عن الآخر، الشرق متمسكا بما تقرر في نيقيا وتثبت في أفسس، ويتحدث عن الطبيعة الواحدة يسوع المسيح، ويواصل الغرب الحفاظ على عقيدته التقليدية التي تعرفت أولا بواسطة ترتليان بأن يسوع المسيح شخص واحد، وأن فيه طبيعتين لكل من اللاهوت والناسوت. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا، واتبع تاريخ العقيدة المسيحية مسارا لم يكن أحد يتوقعه في ذلك الوقت. مات الإمبراطور. هو طبعا الغرب الحقيقة كان يؤمنوا بالطبيعة الواحدة، وكان على ما أتذكر اسمه كليستينوس السابق لاون كان في أشد الارتباط بكرسي الإسكندرية وبالبابا كيرلس، وكان له نفس إيمان البابا كيرلس ويؤيده بشدة. ولكن هذا الانحراف حدث بداية من لاون، ولا سيما بعد زيارة سؤدوريتوس له. مات الإمبراطور بدون ابن ذكر، كانش عنده أولاد بنين يعني. وانتوا عارفين الحكاية، لما بعت مندوب من عنده الآباء برية شهيد رسول الإمبراطور وابنه اللي استشهدوا في غارة للبربر، كان بسبب عدم وجود ابن له يعني. طبعا عارفين الحكاية، مش هتطرق لحكاوي جانبية. لكن هو مات بدون ما يكون له وريث كابن ذكر. وعندما وصل المندوبون البابويون إلى القسطنطينية وجدوا العرش مشغولا، ليس كما توقعوا من قبل سيودوسيوس، ولكن من قبل بلخاريا وماركيان. كان ماركيان ده ممنوع يدخل، لو دخل كانوا قالوا اليوم لا يدخل فيها يموت، لكن جابته من قبل بلخاريا وماركيان الذي توجته الإمبراطورة في 25 أغسطس 450. سيودوسيوس حكم لفترة طويلة من 408 ل 450 كما رأينا. بعد عقاب بلخاريا كان كريسيفيوس هو من امتلك السلطة العليا، فجي ماركيان مصمما على وضع حد للنظام القديم، وكان من أولى أعماله التخلص من كريسيفيوس.
واعتبر أن كرسي روما الجديدة بالحق يجب أن يكون له التميز في الشرق المسيحي، وبالتالي فإنه لم يكن مفاجئاً أن نجد أن نحو نهاية العام كان جسد فيليبيان رجع إلى العاصمة، فيليبيان المحكوم عليه اللي توفي خارج العاصمة، جابوا بكرامة ووضع في راحة مع كرامة في كاتدرائية الرسل حيث الأساقفة السابقون، وقسطنطين الكبير نفسه مدفون. وعلاوة على ذلك فقد أمر الآن أنه ينبغي استدعاء الأساقفة الذين طردهم ديسقورس ورفاقه، ومن بين هؤلاء كان سؤدوريتوس أسقف كورش الذي استطاع أن يمدح الإمبراطور المحب للمسيح لتقديمه كأول ثمار سيادته وسلطته العليا سلام الكنائس المدمرة وانتصار تعليم الإنجيل واستعادة شخص أدين ظلما شديدا. ده سؤدوريتوس بيمدحه يعني. وهنا يظهر مبكرا بوضوح اتجاه بلخارية ومرقيان في تدخلهما السافر في الشؤون الكنسية بصورة لم يسبق لها مثيل. فبالرغم من تدين سؤدوسيوس إلا أنه لم يتدخل قط في الشؤون الكنسية ولا سيما فيما يخص قضايا الإيمان، ولكنه يترك الحكم للمجامع ويحترم قراراتها، لكن نرى هنا بلخارية ومرقيان يصدران بكل شيء فلم يحترم الملك الراحل ولم يوقر الإيمان لأنهما معدين سلفا بما مهد له لون وسؤدوريتوس بالتعدي على القوانين الكنسية والشرائع المرعية، فيأمر باستعادة الأساقفة التي زين تم عزلهم بسبب انحراف إيمانهم بحكم مجمع مسكوني ومصدق عليه بقرار إمبراطوري. والجدير بالملاحظة أن بلخارية كانت تحت العقاب من الإمبراطور سؤدوسيوس وقت نياحته، فجاءت مملوءة بروح الحقد والانتقام من أخيها الراحل وكل محبيه وأتباعه، واستغل كل من سؤدوريتوس ولاون ظروفها هذه أثناء حياة سؤدوسيوس باستقطابها في صفهم وتأييدهم لتكوين جبهة معارضة قوية ضد سياسة الإمبراطور سؤدوسيوس الكنسية. وهي الآن أصبحت الإمبراطورة فكانت ساعتهم وسلطان الظلم. قرارات بقى يعني إلغاء قرارات مجامع يعني كل حاجة. اللي فات ده أنا جايبه من مرجع خلقدوني، كتاب تاريخ ميخائيل الكبير، وده بطريرك السرياني يورد ميخائيل الكبير لماذا اهتم مرقيان وبلخارية برغبة لون في القضاء على ما أنجزه المرحوم الملك سؤدوسيوس، ويعلل ذلك بسببين قائلا، معلش النهاردة هيبقى معظمها تاريخي شوية لكن هيجي وقت هناخدها كلها لاهوت، بس لازم نشوف السياق التاريخي للفكر ماشي ازاي. فيقول في سبب اهتمام مرقيان وبلخارية برغبة لون والقضاء على ما أنجزه المرحوم الملك سؤدوسيوس، هناك سببان أوصل مرقيان وبلخارية إلى درجة الجنون. الأول، ده كلام ميخائيل كبير وده مؤرخ،
أنه ما أتي أمرا مغجلا. فتوعد سؤدوسيوس مرقيان بموته فور وصوله إلى العاصمة، ومن هنا امتلأ قلبهما كراهية للملك. والثاني هو أن مرقيان بلخاريا كان يخشي بلانتينيانوس إمبراطور الغرب، لأنه تعين دون موافقته، إذ جرت العادة أن يختار ملك الغرب أي روميا خلفا لملك الشرق أي القسطنطينية لدى وفاته. لذا كان مرقيان وبلخاريا مهزوزين لأنهما لم يعينا بموافقة فالنتين. طبعا أنا بكتب يا جماعة، خلي بالكم الأسماء أحيانا بكتبها كما جاءت في المرجع، لكن قلت لكم نخلي بالنا من النطق، بيختلف فالنتينيانوس. بل بسلطانهما الشخصي، وحاول أن يظهر حسن السيرة أمامه لكسب مرضاته، بغية أن يثبت لهما الملك ويكون وإياهما على وفاق. وحيث أنهما كان على علم بخصومة فالنتينيانوس مع سؤدوسيوس، ما كانتش خصومة ولا حاجة، هو بس فالنتينيان طلب من سؤدوسيوس بمساعي لاون أن إذا كان في ظلم حصل يعني يستدركه، يعني بخصوص تنفيذ إرادة لاون ورفض سؤدوسيوس كما أسلفنا. لذا حاول إرضاء فالنتينيانوس من هذه الناحية لإلغاء أعمال مجمع أفسس وتثبيت عقيدة لاون. يبقى هنا كان في سببين، السبب الأول أن أتي أمرا موجلا والإمبراطور خد موقف منهما، السبب الثاني كان في عادة واتفاق أن في حالة خلو الكرسي الإمبراطوري عشان يضمنوا شرعية انتقال السلطة، لو حدث في الشرق إمبراطور الغرب هو اللي يعطي الشرعية للي هيجلس على العرش، والعكس صحيح. فكمن الإمبراطور ما كانش عنده أولاد بنين، فاستولد بلخاريا وتركت الدير وجابت مرقيان واتجوزته وتوجته إمبراطور. فكان في حاجتين، هو طبعا كانوا على دراية ان امبراطور الغرب والاسره هناك بعتوا لسؤدوسيوس رسائل كتيره بحس من لاون او بدفعهم ليه عشان يعني ينصروا لاون، والامبراطور رد عليهم قال لهم اطمئنوا كل حاجه تمت مظبوط، مفيش اي خطا، مفيش اي ظلم واقع، وكل واحد خد ما يستحق. فهم عملوا الحاجتين ضد الامبراطور سؤدوسيوس واتباعه، ما كانوش، كان في نوع من الغل والكره، وشافوا بتاع الغرب انت كنت عايز ايه ومرضيش سؤدوسيوس يعمله، احنا هننفذ لك كل اللي انت طلبته. بعد موت سؤدوسيوس وتملك مرقيان وبلخاريا الحكم، انتهز لاون الفرصة للانتقام من البابا القديس ديوسكوروس. فيقول ميخائيل الكبير في كتابه: وفي تلك السنة توفي سؤدوسيوس وملك مرقيان بإعاز من بلخاريا. فانتهز لون الفرصة وعمل على قبول طمسه قبل كل شيء وعلى كسب مؤيدين ليبدأ بكشف معاداته للقديس ديسكورس. فأوعز إلى مرقيان وبلخاريا ليعقد مجمعا ويبعد أساقفة مجمع أفسس، وأن تنقل عظام فيليبيانوس من المنفى إلى القسطنطينية. فتم كل هذا،
ووافق أناطوليوس أسقف القسطنطينية على طوموس لاون، وتليت صورة إيمان فيليبيانوس أمام الإكليرس والرهبان الذين كانوا في دار الأسقفية والذين أرسلوا من روميا لنقل عظام فيليبيانوس، وكان كتبها بشكل مراوغ وسلمها إلى سؤدوسيوس، وتضمنت فكرة الطبيعتين في المسيح. صورة إيمان فيليبيانوس دي لو تفتكروا إن كتبها مطابقة لما يدعونه صيغة المصالحة اللي هي فيها إقرار بالطبيعتين، واللي بيدعوا على البابا كيرلس إنه قبل الإيمان بالطبيعتين. وحينما ملك مرقيان أرسل إلى لاون يطلب منه عقد مجمع لأجل الصلح والاتفاق، فرد عليه لاون برسالة مختصرة كلها مجاملات ونفاق، ووعده بإرسال رسالة أخرى يخبره فيها بكل ما يليق لأجل حال الكنائس. كتبها في 13 نيسان أبريل 451. شوفوا لون بيقول له إيه. رسالة ماري لون البابا الروماني إلى الملك مرقيان الغالب. من لون الأسقف إلى حضرة مرقيان الغالب. خلي بالكوا اللغة مش أنا اللي كاتبها، تلاقوا فيها لخبطة وعك كتير، ده حسب ما جت في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني لغة ركيك كتب في روما 1694 على ما أتذكر. اعلم أيها الملك أني بفرح عظيم قابلت رسالتك وتمليت فيها وفهمت رموزها، وعلمت منها أن كل اجتهادك الصالح فهو لأجل غاية الإنجاح، وكلامك يشهد على طهارتك. فأما نحن الآن نشكر الله كثيرا من فضل حنيتك كما بقي مشهور عندك، وليس من أجل أقوالك بل بسبب حسناتك التي صنعتها للبيعة المقدسة. ولذلك لا ريب أن المسيح يعوضك بالأنعام في جميع الأمور، لأنه انتخبك لتجتهد على مذهبه الأرثوذكسي وتحمي إيمانه الكاثوليكي وتخلصه من السجس للذين يخاصموه. فاقبل الآن هذه الرسالة التي هي بالمختصر وواردة لك في يد الشمامسة أناسوليوس، وفيما بعد إن شاء الله سوف أرسل إليك رسالة أخرى كما ينبغي لي مع نيابي التي تخبرك بكل ما يليق لأجل حال الكنائس المقدسة واتفاق الكهنة المكرمين. عطيت في اليوم الثالث 13 نيسان التاريخ بتاعها. يعني جاءت بقى سودوريتوس هيبدأ يئب، مش لون بس اللي هيتكلم، ده اللي بيحرك لون. وكان مستخبي بقى الفترة اللي فاتت شوية، فرصته جت. لون كان عايز مجمع ينعقد في الغرب في إيطاليا، سودوريتوس طالب بعقد مجمع في الشرق، ورغبة سودوريتوس هي اللي ايه اتنفذت. سيلرز بقى يقول ايه، هنرجع له تاني، يقول ومع ذلك لم تكن هذه الاحداث سوى تمهيدية لتحقيق الخطة التي كان الإمبراطور والإمبراطورة يفكران فيها الآن. سؤدوريتوس أسقف كورش إلى حد كبير من خلال صديقه أناطوليوس الأرستقراطي، الصداقات اللي كان بدأ يعملها صديقه ده بقى هو الأول عند مرقيان أناطوليوس. من خلال صديقه أناطوليوس الأرستقراطي وقد وجد نعمة عند مرقيان كقائد كنسي في الشرق، ده سؤدوريتوس قائد كنسي في الشرق يعني، الذي يستطيع أن ينشد في مدح طومس. ومن خلال المسؤولين المهمين في الإمبراطورية
الذين منهم صديقوا، يعني ما كانش ده بس، لا ده مصاحب كتير. فكان أحد الذين دعوا إلى مجمع مسكوني في الشرق، وهذا الاقتراح يتلائم مع سياسة الإمبراطور الكنسية. في 23 مايو 451 أمر الأساقفة رسميا بالاجتماع في نقيا في بيسينية حتى لا تعود الخلافات والشقوق المتعلقة بالأرثوذكسية ممكنة. إيه هي الخلافات والشقوق؟ ما كانش في حاجة. لإعلان الإيمان الحقيقي بشكل أوضح، وذلك لكل وقت. وهنا نرى بوضوح أن سؤدوريتوس أصبح المحرك الرئيسي والمخطط الأول للشؤون الكنسية في البلاط الإمبراطوري، وتحقق له ما أراد كما ذكرنا من قبل، أنه سعى صراحة لاستقطاب بعض الأساقفة الذين لهم نفس اتجاهاته وبعض الأرستقراطيين العلمانيين، ومنهم الذي أصبح صديقا له الأرستقراطي أناطيليوس الذي صار فيما بعد قائد اللجنة الإمبراطورية في مجمع خلقدونيا، وكان وراء الدعوة إلى مجمع مسكوني في الشرق. وها هو الآن ينطبق عليه قول مخلصنا: هذه ساعتكم وسلطان الظلم. ففيما كان يظن أنه يحقق طموحاته، كان يكتب تاريخه المظلم في الكنيسة كلها بيد ملطخة بدماء ودموع القديسين. افتكر أنه خلاص اللي فات ده أنا اللي بقوله مش سيلر، يعني افتكر انه كان بيحقق طموحاته، ولكن بدأ يكتب تاريخ مظلم بالفعل بسببه. حدث انشقاق في الكنيسة، ما زالت آثاره حتى الآن قائمة. وهكذا طالب سؤدوريتوس باستدعاء مجمع عام في رسائله إلى عناية أناطوليوس الذي نلاحظ أنه كان يمثل مرقيان في خلقدونيا، والذي يظهر توقيعه أولا في قائمة المفوضين الإمبراطوريين الذين وقعوا على تحديد الإيمان. ده مرجع تاني، مرجع اسم منسي. وقد نلاحظ أيضا أنه في هذا الوقت كان في تواصل مع رؤساء المتوحدين المناهضين لأوطاخي في العاصمة، والذين سيكونون أيضا من بين أول من يدعموا مثل هذا المشروع. كل هذه دلالات تؤكد أن الدور الرئيسي في مجمع خلق دنيا كان لسؤدوريتوس. خلي بالكم انا بجيب لكم ممكن كان الحكاوي التاريخيه دي احكيها كاحداث مجرده، لكن انا قاصد اجيب المراجع والشواهد لانها فيها نقط خلافيه حتى في السرد التاريخي، فلابد ان تكون موثقه مش استنتاج شخصي. طبعا الملك اقتنع بعقد المجمع في الشرق، لأن عقد المجمع في المقر بتاعه يدي شرعية ويدي قيمة وعظمة، إن من خلاله بيتم الحكم الكنسي أيضا. فأرسل إلى لون الملك مرقيان يخبره بعزمه على انعقاد المجمع في الشرق، بيقول له نوحينا وليس في إيطاليا كما كان يتمنى لون. ففي جاي في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني
يقول ايه بقى؟ رسالة الملك مرقيان الى مار لون مطران روميا لاجل اجماع المجمع الخلقدوني. من مرقيان الملك الى حضرة لون المكرم اسقف مدينة روميا: اعلم ايها الاب اني احسب في بالي ان عندكم علم صحيح عن اجتهادي وصلواتي ورغبة نفسي كي المذهب المسيحي الحقيقي يكون ثابت على الدوام، وأن جميع الشعب يحفظه بنية طاهرة وبلا عيب، وأن قلبي برحمة الله ثابت ولا ريب فيه، وإني أجتهد بغاية النشاط لأجل ثبات الإيمان الكاثوليكي. ثم إني أخبرك إني قد قبلت بغاية الود الرجال المكرمين المرسلين من جنابك إلى عندنا كما كان ينبغي لي. أما فأنا أتضرع إلى قدسك إن كان يمكن أن تقبل إلى نواحينا وتجمع المجمع لأجل تصليح الإيمان المستقيم كما يرغب قلبي، وتفسر ما ينبغي لمجد الإيمان المقدس وتثبتوه. فإما إن كان ليس يستطيع لكم الحضور إلى عندنا بسبب المشقة ومسافة الطريق، فإني أتوسل إليك أن تخبرني بمنتهى قربك بخطوط يدك. أرسل أنا رسائل إلى جميع ثقافة الشرق وكذا وكذا ليحضروا إلى الموضع المعلوم منا لأجل تفسير وتثبيت الإيمان أرثوذكسي كما شرح قدسك وحسب قوانين البيعة المقدسة. فبدأت الاتجاه لعقد مجمع في الشرق بقى امر واقع. ويروي سيلرز المره دي يقول: ومن ثم قبل نشر المرسوم الامبراطوري في 23 مايو ادرك لاون انه بعقد مجمع مسكوني في الشرق، وكان يدرك أن الإمبراطور لم يفضل بأي حال من الأحوال اقتراح عقده في إيطاليا. فبيقول أنه بعقد مجمع مسكوني في الشرق أسقف القسطنطينية قد ينتحل السلطة لنفسه بحيث يعرض للخطر امتياز البابا. يعني لو أنا قاعد يفكر الله طب يتنقض في الشرق يبقى أناطوليوس بتاع القسطنطينية هياخد السلطة لنفسه يضيع الامتيازات بتاعتي. فغير اتجاهاته، شوفوا بدأ يعمل ايه بقى. الكلام ده مش انا اللي بقول، ده هم. وعكس سياسته بدأ يجادل بأن مثل هذا التجمع لم يكن مطلوبا الآن، لقد غامر بأن يشير إلى الاضطرابات التي سببتها الحرب المرقيان، مما جعل من المستحيل على أساقفة بعض المقاطعات الغربية مغادرة كنائسهم. ولهذا السبب سيكون من الأفضل تأجيل المجمع المتوقع وانتظار مجيء ظروف أكثر استقرارا. بجانب ذلك فإن الضرورة العاجلة للحسم ليس لطبيعة الإيمان، ولكن يعني مش في ضرورة لطبيعة الإيمان دلوقتي، ولكن كيف يقبل الذين في التوبة؟ وما العلاج الذي يجب أن يقدم لهم؟ قال لأناطوليوس إن هؤلاء يجب يدينوا بلا تحفظ ما قبلوه ذات مرة. يعني هو قال له مش مهم حاجة الإيمان مش ملحة دلوقتي، المهم إزاي نقبل اللي هم وافقوا قبل كده على مع مجمع أفسس وعايزين يتوبوا. فهو بقى بيحدد بسلطة دول يتعمل لهم ايه. فأمر وقال أناطوليوس ان هؤلاء يجب ان يدينوا بلا تحفظ ما قبلوه ذات مرة، وفي الوقت الحالي يظلوا منضمين للشركة مع كنيسه. وفيما يتعلق بأولئك الذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن الغضب في أفسس، انتوا عارفين يقصد مين بقى، وافق على اقتراح مبعوثيه الذين كانوا يتفاوضون مع أناطوليوس في العاصمة
وبالذات أسماء ديوسقوروس ويوبيناليوس جوفينال أسقف أورشليم وأستاسيوس أسقف بيروت، يجب حذفهم من الدبتيخة الكنيسة حيث لا يمكن الاحتفاظ بهم دون الإساءة إلى اسم فيليبيان. في وقت لاحق أخبر الأسقف أنه إذا كان أولئك الذين أخطأوا بشكل أكبر وادعوا لأنفسهم مكانة أعلى في نفس المجمع غير السعيد، لو كانوا مستعدين لطلب المصالحة، عايزين يتوبوا يعني، يجب تقديم قضاياهم إلى المداولات الناضجة من الكرسي الرسولي، يعني هو المرجع، على أمل أن يعود هؤلاء إلى عقلهم الصحيح. البابا كما نتعلم من رسالتي إلى جوليان اعتبر أنه بينما يتمسك بشدة بالإيمان الكاثوليكي ينبغي أن يسلك بضبط نفس عظيم، لأن الآثار الشريرة لرعايا أفسس لا تزال موجودة. هذا هو الأدب في الأسلوب لمثل هذا الإنسان. تعليقنا على اللي فات ده ايه بقى؟ كان لون يسعى ويتمنى ان يكون المجمع في ايطاليا، ولكن بعد ان ادرك ان الامبراطور لم يفضل عقده هناك فحاول ارجاء المجمع، اذ ايقن ان بانعقاد المجمع في القسطنطينية فان هذا الامر يعطي امتيازا لاسقف القسطنطينية ويعرض امتيازه هو للخطر. فعكس سياسته بدأ يجادل محاولا التأجيل، كما أنه صرح بأن الضرورة العاجلة للحسم ليس لطبيعة الإيمان، ولكن كيف يقبل الذين في التوبة وما العلاج المقدم لهم، بحيث أعطى لنفسه الحق المطلق في تقرير مصير هؤلاء الذين اعتبرهم مذنبين. فنرى بوضوح أن القضية الأولى بالنسبة إليه ليست هي الإيمان، ولكن ما يرسخ سلطته وتميزه الذي فاق كل تصور وحدود، إذ أعطى لنفسه الحق أن يعطي الحل ويقبل في الشركة المحكوم عليهم من قبل مجمع مسكوني شرعي، وأيضا أن يحكم بسلطته المنفردة ويقرر مدى قبول ورفض الآخرين الذين يراهم مذنبين بسلطاته وامتيازاته التي يدعيها. أظن الأمور واضحة بكل الحقائق التاريخية اللي بنجيبها. بعد أن علم لون برغم مرقيان بعقد المجمع في الشرق وليس الغرب، تغير موقفه من أهمية انعقاد المجمع من الأساس، مكتفيا بالحق الذي يعطيه لنفسه بالحكم المطلق على ما يخص الإيمان والأشخاص. أيضا أرسل لون رسالة أخرى لمرقيان يماطل فيها في عقد المجمع ويطلب طلبات غريبة، إذ يقول، دي جت بقى في مضمون المجمع الخلقدوني، ده تبعهم برضو، مش يعني مرجع مش من عندنا، بيقول المرقيان وبسلطانك تأمر أن ليس أحد من المخالفين الجهلاء متوهم في تحقيق الإيمان يفتش بمكري وخديعته على ما ينبغي لأجل حفظ الإيمان الأرثوذكسي، لأن ليس ينبغي لأحد أن يخالف بالكلمة البتة تعليم الرسل الإنجليين. وهو هنا يطلب من الملك أن يستخدم سلطاته في منع القديس ديوسقوروس من شرح الإيمان الأرثوذكسي، هو وباقي الأرثوذكس طبعا، مدعيا تمسكه بتعليم الرسل والإنجليين، وكأن من يخالفه يخالف مين؟ يخالف الرسل.
ويستطرد ويقول، وذلك هو أمر غير لائق ومنافق. أعني أن نعود بمجادلات جزانية ونفتش على معنى أقوال من بعض أناس جهلاء، ونرجع عن الحق الثابت كأنما له ريب باقي فيه، لأن ليس واجب علينا أن نشك في أطاخي إن كان هو ضل بمذهبه الرديء أم لا، يعني ما فيش مناقشة فيه. وأيضا ليس لا ينبغي لنا أن نريب إن كانت قضية دوسكوروس على فليبيانوس الصالح الذكر كانت منافقة أم لا. قوم كبير من الأساقفة النادمون عرفون عن تحقيق الشر الذي حدث، لأنهم طلبوا مني الغفران على كل ما صنعوا من الزلل والنقصان. فليس لنا، فلهذا ليس ينبغي لنا أن ننظر إلى إيمانهم، بل واجب علينا أن نقبل طلباتهم ونغفر زلاتهم. وهنا يريد لاون أن يكون الحكم بدون تحقيق أو مناقشة للإيمان، فالقضية غير قابلة للنقاش. حتى الأساقفة الذين استملهم يرفض مناقشتهم في الإيمان، يكفي مغفرته هو لهم فقط. ثم يكمل: فإني أتضرع إلى الله أن بواسطة نيابي أخبرك سريعا وأعلم حضرتك المجتهدة على اجتماع المجمع بمعرفة كافية في كل ما ينبغي لأجل نفع هذا الأمر الضروري. وهنا نجد لاون يضع شروط مسبقة لما سوف يحكم به المجمع، مثل أطاخي مدان، لأنه يقول إيه؟ ليس علينا، ليس واجب أن نشك في أطاخي إن كان هو ضل من مذهبه الرديء أم لا. الكلام ده ما فيهوش مناقشة. مدان مدان. القديس ديوسكوروس مدان. الأساقفة الذين أخذوا الحل منه قضاياهم غير قابلة للنقاش، وحكم الشخص هو الذي يسري. ده جه في كتاب مضمون المجمع الخلق دوني. قبل عقد مجمع خلق دنيا اتفق لاون مع بلخاريا على أن يتم إرجاع رفات فليبيانوس وأن يتم التوقيع على الطوموس من الأساقفة حتى يضمن الفوز في مجمع خلق دنيا. وقد كتب ماري أغناطيوس يعقوب الثالث، ده مرجع آخر، يعني ماري أغناطيوس يعقوب اللي هو البطرك اللي كان معاصر للبابا كيرلس وبداية البابا شنودة، قبل ماري أغناطيوس زكا كمان اللي قبل البطرك الحالي، في كتاب اسمه الأحاجي. يقول: وقبل عقد مجمع المجمع خلق دنيا يعني مهد لون لقبول توماس، فكتب إلى بلخاريا بوجوب إدخال رفات فليبيانوس المعزول إلى القسطنطينية وإيداعه مدفن الآباء، فكتبت هي بدورها بذلك إلى الأساقفة آمرة أن يكتبوا اسمه في دبتيخ الآباء القديسين وينظموا فيه قرارا لتنفذه هي إلى جميع الأساقفة لتوقيعه. فعقد أناطوليوس القسطنطيني جلسة حضرها إكليرسه ورهبان ووفد لاون الروماني، اتخذوا فيها القرار الذي أرادته بلخاريا، وكتبوا بها محضرا ضموا إليه توماس لاون، فأرسلته بلخاريا إلى سائر البلاد وإلى الأساقفة الذين وقعوه تحت طائلة العزل. وعلى هذا النمط ضمن لاون لنفسه الفوز في المجمع الخلقدوني الذي عقده مرقيان في أعقاب ذلك. ثم يستدرك ماري أغناطيوس يعقوب ويروي ما قاله القديس فيليكسينوس. القديس فيليكسينوس المنبجي ده من القديسين اللي عاشوا في المعاصرين لهذه الأحداث. يقولوا هوذا ماري أخص، يعني بيقولوا عليه اسم كده صعب أقوله، اللي هو القديس فيليكسينوس يعني المعاصر لهذه الأحداث، يحدثنا عنها قائلا. مين اللي بيحدثنا؟ القديس فيليكسينوس. وعندنا جزء من رفاته في دير السريان، القديس فيليكسينوس المنبجي بيقول إيه: بعد وفاة الملك سودوسيوس وإسناد المملكة إلى شقيقته بلخاريا،
وقع في جلسة خاصة على رسالة لون، يعني أناطول القسطنطين خلف فيليبيانوس وجميع الأساقفة الذين وجدوا هناك في القسطنطينية والإكليروس والرهبان. وبعد انفضاض الجلسة انفذت الرسالة بواسطة بعض الإكليريكيين والحكام إلى الأساقفة في جميع البلاد ليوقعوها وفقا لما جرى في العاصمة، فوقعها نحو 450 أسقفا. وبعد أن ضمنوا تواقيع هؤلاء جميعا على أنهم مسلمون بما حدده لاون وفيليبيانوس، وجهت الدعوة إلى الأساقفة لحضور المجمع الذي التأم سنة 451 أولا في نيقيا، ثم نقل إلى خلقيدون. وأقر دستور الإيمان الذي سبق فحدده لاون وفيليبيانوس بصدد الطبيعتين. ده كتاب الأحاجيل لماري أغناطيوس يعقوب الثالث. نرجع لميخائيل الكبير نقلا عن زكريا الفصيح. زكريا الفصيح ده عاش في القرن السادس، دول تبعنا. يشرح كيف تدبرت المؤامرة ضد الإيمان الأرثوذكسي وضد القديسين، وتم تنفيذها في خلق دنيا بعد أن أمنوا أنفسهم بتوقيع العديد من الأساقفة تحت التهديد. اتعبتوا؟ ده احنا لسه ما خلصناش. طب نخلص الفقرة دي ونقف على كده ممكن يعني. يقول بعد وفاة كيرلس تسلم ديوسكوروس أسقفية الإسكندرية. ده مخيل الكبير بيحكي نقلا عن زكريا الفصيح. تسلم ديوسكوروس أسقفية الإسكندرية وهو رجل قديس ومجاهد، وتواجد في هذه الفدرة سأودوريتوس وهيبة وفيليبيانوس وأوسابيوس من جماعة نسطور الذين أبسلهم مجمع أفسس الثاني. فشخص سأودوريتوس إلى لون الروماني واستماله أولا بالرشوة التي تعمي حتى بصائر الحكماء كما يقال، ولا سيما بصائر الذين ينجرفون نحوها، وثانيا بالحديث الكاذب المضلل اللي يعني امتدح فيه امتيازاته يعني، وأثار فيه الحقد على ديوسكوروس وسواه من الأساقفة المخلصين، فأرسل معه رسالة تدعى توماسا اللي هو سيودوريتوس هو اللي كان وراها يعني، ويبدو وكأنه ضد أوطيخة لكي يحمله إلى مرقيان وزوجته بلخارية الذي كان يميل إلى عقيدة نسطور ويزعن لها. فلما تسلمت بلخارية طوموس وجهت إلى الأساقفة رسالة ضمنتها إلى جانب أمور أخرى ما يلي: لقد تسلمت جلالتنا رسالة من لون محب الله القديس أبي ورئيس أساقفة كنيسة الرومان بخصوص الطباوي فيليبيانوس أسقف هذه العاصمة، فمروا يا أصحاب السيادة أن يدرك اسمه بالدبتيخة الإلهية إسوة بسائر القديسين الطباويين، ولينقل جسد المكرم ويوضع في المكان المخصص لرفات الآباء الأطهار. وليكن معلوما لديكم أنه إذا قررتم هذا فسنلزم بسلطاننا جميع الأساقفة محب الله على التوقيع على ما سيصدر من قبلكم، ولا ينجو من العقاب من يعصي أمرنا وما يصبو إليه رئيس أساقفة روميا. وبعد أن تليت
أدخل الجثمان المشار إليه، ثم سجل كل شيء في المذكرة والطومس المذكور، وأدرجت في جدول الأعمال، وأرسل مع سلطة المملكة بحسب وعد بوليفاريا، فأرسلته بدورها مع الأشخاص الذين حملوا الطومس، وأرسله لون بدوره مع بعض حاشيته النصاطرة إلى الأساقفة في كل مكان. وقد اقتدى أحد الأمرين على كل من يدخل إليه، إما أن يوقع أو يعزل. بمثل هذه الحيلة تصرف لاون لكي يصطادهم واحدا تلو الآخر، فاصطاد 446 أسقفا. وبعد هذا الصيد عقد المجمع بناء على التماس من مرقيان وبلخاريا، وبعد أن أمن فرض إرادته. ده ميخائيل الكبير. هنكتفي بهذا القدر ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.